السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أغلب الفيديوهات اللي اتكلمنا فيها عن مرض السكر دايما بننصح بنفس النصيحة، وهي متابعة القياسات اليومية بشكل منتظم، سواء كان السكر الصائم أو السكر الفاطر، لأن ده هيخلينا نعرف الأكلات اللي بتسبب لنا ارتفاع في السكر فنحاول نتجنبها أو نقلل منها، وكمان هيحمينا من ارتفاع السكر التراكمي بشكل مفاجئ. لكن في كتير من الغلطات اللي بتحصل من مرضى السكر عند استخدام الجهاز المنزلي ممكن تأثر على دقة نتيجة التحاليل. مثال بسيط على الغلطات دي ويمكن كان هو السبب في فيديو النهاردة كان سؤال اتسألنا في التعليقات عن إمكانية استخدام شرايح السكر لأكتر من مرة. علشان كده هنتعرف مع بعض على أهم الغلطات اللي ممكن تحصل وتأثر على نتيجة تحليل السكر المنزلي. من أكتر الغلطات اللي بتتكرر كتير مع مرضى السكر هو فتح علبة الشرايح لفترة طويلة وتعرضها للهواء أو الرطوبة أو الرذاذ اللي طالع من الفم، لأن تعريض الشرايح للهواء والرطوبة لفترة طويلة بيأثر على كفاءتها، وده بيظهر أكتر مع الشرايح المستخدمة في نهاية العبوة. وكمان نزول الرذاذ من الفم اللي بيوصل لمسافة 2 متر ممكن يأثر على دقة التحليل. الغلطة التانية هو استخدام شرايح السكر منتهية الصلاحية، وده بيكون مدوم بشكل واضح على العبوة من الخارج، واستخدامها بعد انتهاء مدة صلاحيتها بيدينا نتائج غير دقيقة. الغلطة الثالثة واللي بتتكرر مع كتير من المرضى هو سحب الشريحة قبل غسل الإيد، لأن وجود أي أثر للأكل أو المشروبات على الإيد هيأثر على نتيجة التحليل سواء في الشريحة المستخدمة أو في باقي الشرائح الموجودة في العبوة. الغلطة الرابعة هو سحب عينة الدم قبل غسل الإيد، لأن وجود أي بواقي للأكل أو المشروبات هيأثر على نقطة الدم المستخدمة في التحليل ويدينا نتائج أعلى من النتائج الحقيقية. الغلطة الخامسة هو استخدام شريحة التحليل أكتر من مرة، لأن الشريحة معدل الاستخدام لمرة واحدة ووجود أي أثر للدم عليها هيدينا نتائج أعلى من النتائج الحقيقية. أما الغلطة السادسة هو إعادة استخدام السن الموجود في قلم سحب العينة أكتر من مرة، لأن ده ممكن يدينا نتائج أعلى من النتائج الطبيعية ويكون مصدر للعدوى لمريض السكر. وزي ما بننصحكم دايما بمتابعة القياسات اليومية بشكل منتظم، فبننصحكم برضو بتسجيل القياسات دي في دفتر خاص وعرضها على الطبيب المعالج. دمتم دايما في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.